طلعتوا كدابين برخصة ولا نو؟ السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة عندنا فرح يا جماعة، النهاردة السهرة للصبح ولله الحمد، مادام هناء من اول اليوم نازلة علينا بالاخبار الحلوة وبالافراح. ثلاث لايفات، وقبل الثلاث لايفات كان في فيديو لكاتب الكتاب. اخدين لي بالكم انتوا؟ كاتب الكتاب وثلاث لايفات بالفرح، فرح بنتنا لغايه دلوقتي مذاع منه ثلاث لايفات يا جماعه. فرح بنتنا ياسمين مذاع منه لغايه دلوقتي ثلاث لايفات، ولا عزاء للشراشيح. زمن الشراشيح الحمد لله يا في العنايه المركزه، يا اما انتقلوا الى الرفيق الاعلى وريحونا منهم ولله الحمد. طبعا يا مدام هناء، احنا عايزين نقول لك النهارده يا ملكه عايزين نشكرك. يعني كلمة شكر دي كلمة قليلة لكذا حاجة بقى. أولها طبعا تربيتك المحترمة اللي طلعنا وكلنا شايفينها، مش عايزين منك أكتر من كده. سافرتنا في الخارج، ربت بنتها على العادات والتقاليد، طلعتها حافظة العادات والتقاليد الشرقية، لا راحت عملت مساكنة واخدين لي بالكم انتوا، ولا راحت هربت مع صاحبها، ولا عملت أي حاجة. بنتنا بتتجوز في النور وعلى عينك يا تاجر، قصاد اليوتيوب كله، قصاد العالم كله، لايف مباشر. اظن مفيش اكتر من كده. فعايزين نقول لك شكرا 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 من القلب على تربيتك المحترمه اللي انت بجد رفعتي بيها راسنا. تاني حاجه عايزين نقول لك عليها شكرا، ان انت قهرتي الشراشيح كالمعتاد ومن غير قصد برضه. فين اللي كان بيتحدى ان هي تفتح لايف يا جماعه من الفرح؟ سمعوني صوتكم كده، حاسه جات لكم كرشه نفس. اخدين لي بالكم انتوا، الفرح اللي قلتوا عليه اتعمل في شهر 6 واتجوزت من شهر 6، منظركم ايه دلوقتي؟ بجد والله شكلكم ايه دلوقتي؟ انتوا في الاول طلعتوا وسمحتوا لنفسيكم ان انتوا تخوضوا في عرض بنت بنوت زي دي، وما فيش قناه محترمه غير القنوات اللي بتدافع عن مدام هناء، هم دول اللي طلعوا قالوا كلمة الحق وطلعوا قالوا لكم عيب. يا سفلة يا قلالات الدين يا قلالات الحياة، القنوات المحترمة بس اللي بتدافع عن الست دي هم اللي قالوا كلمة الحق. نيجي بقى لقنوات الشراشيح، نزلوا يطبلوا. أيوة صح، ده هي حملوا وخلفوا وبقت تيتا دلوقتي. شكلكوا ايه؟ بلاش شكلكوا، هتقفوا قصاد ربنا سبحانه وتعالى هتقولوا له ايه؟ طبعا انتوا شكلكم عره في الارض، خلاص دي مفروغ منها قصاد كل الناس. انتوا اتكتبتوا هنا كدابين متبليين سببين اعراض برخصه، ده شكلكم في الارض قصاد ربنا سبحانه وتعالى. هتقفوا قصاده تقولوا له ايه؟ خدنا في عرض بنت بنوت وقلنا عليها حامل من غير جواز ليه؟ ها ليه؟ عشان تعرفوا ان ربنا دايما مع المظلوم ومع الغلبان. طلعتوا خدتوا في عرضها بدم بارد وكنتوا بتضحكوا وتتريقوا. بعد كده لما المعلومه جات لكم قلتوا لا لا، ده اشرف من الشرف مفيش، والبنت كويسه ومش عارف ايه وبناتها كويسين، واتجوزت كمان في شهر 6. ده ليه؟ لان المعلومه كانت مسربه ليكم قبل التحديثات، قبل التحديثات. يعني اللهبل اللي سرب لكم المعلومه ملحقش يعرف الباقي يواكب الاحداث اللي جايه بعد كده. قال لكم الجواز يا جماعه هيتم في شهر 6، طلعوا زيعوا الخبر. طلعتوا زي الهطل تزيعوا الخبر، وعشان ربنا واقف مع الست دي برضو انها ما تلاقيش قعاد في شهر 6 والجواز يتم في شهر 8 عشان ربنا ينصرها نصره الهيه من عنده. صح ولا انا غلطانه؟ لانها لو كانت اتجوزت في شهر 6 كان هيبقى عندكم حق. طب اهي اتجوزت وفي شهر 8 ولايفات، عشان تقولتوا ايه؟ هتعمل لنا فيديوهات مسجلة هتضحك علينا بفيديوهات مسجلة، والجواز تم في شهر 6 وزمانها حامل في شهرين. يا كذابين يا متبليين يا سببين الاعراض، عرفتوا مين اللي بيسب اعراض؟ عرفتوا ان انتوا عالم قذرة؟ عرفتوا ان البنت دي اشرف من الشرف؟ عرفتوا ان امها ربتها بعرق جبينها، ربتها بالحلال، ربتها برزق حلال؟ احنا عايزين نتفرج على بناتكم انتوا بقى، الدور عليكم انتوا. خلاص كده مختاري بقى رمت الكوره خلاص جابت جول، دوروا بقى عليكم انتوا. عايزين نشوف افراح بناتكم، هتقدروا؟ في
صفحه تقدر تعمل كده عشان اللي فيكم انتوا جبتوه فيها، انتوا مش هتقدروا تعملوا كده. لكن دي عارفه تربيتها، عارفه هي ايه، عارفه بناتها ايه، فالحمد لله اللهم لك الحمد، عملت بدل اللايف 3 لايفات من فرحها. اظن بعد كده اللي يطلع يقول اتجوزت في شهر 6 تروحوا تضربوا بالابقيب. عايزاكم كلكم برضو حبله تف جماعيه كالمعتاده يا جماعه، كل ما يطلعوا كدابين نروح نتف عليهم ونرجع، حمله تف جماعيه. عايزين بصوا بالتوابير كده، بالتوابير بس نظموا نفسيكم، يعني مش كلكم مره واحده، نظموا نفسيكم توابير عشان انتوا طلعتوا ناس كدابه كالمعتاد. انا عايزه افهم اللي طلعت قبل كده، الشرشوحه اللي طلعت قبل كده تقول لكم ايه، هتضحك عليكم بكم كرسي في الجنينه وكم لمبه كم لمبه، وتقول لكم ايه ادي الفرح اهو، والفرح اهو، والفرح كان معمول في شهر 6. ايه وضعك دلوقتي؟ ايه وضعك دلوقتي؟ اظن طلعت كدابه برخصه كالمعتاد. واكتر حاجه تثبت كمان اكتر من اللايف حضور استاذ انيس. الله، هو استاذ انيس ده كان صاحب مين؟ مين؟ مش كان صاحب طليقها؟ يعني لو الموضوع فيه اي حاجه ما كانش المفروض ده يبقى موجود. وطبعا الاسلوب المتبع كالمعتاد، بص على العصفوره، مركز، بص على العصفوره، ندخل في موضوع تاني. يلا يلا، فاكرين يا جماعه ابراهيم نصر في الكاميرا الخفيه لما كان يقلع لهم الباروكه ويبان اقرع ويضحك كده بالروج؟ هم عاملين كده دلوقتي، بص على العصفوره او يطلعوا يقول لكم لا ده الفرح كان فيك. ايوه ده فيك، المعازيم كل دي كانوا فيك. استاذ انيس فيك برضو، مش مشكله. جارتها اللي كان اسمها تقريبا ساندرا ولا مش عارفه اسمها ايه، ظهرت فيك برضو. لا ده كانوا مقطعين بعض يا جماعه، انتوا نسيتوا الحوار؟ مش كانت ساندرا المفروض ان هي مقطعاها ومسكت في خنقها عشان ارباح القناه ومش نسيتوا يا جماعه الحوارات دي؟ كانوا مقطعين في بعض، انا فاكره الحوارات دي برضو. سبحانك يا رب، ان ما في معلومه قلتوها كانت صح، ان ما في معلومه قلتوها وكان عندكم حق فيها، يعني على الاقل نقول اهم قالوا معلومه مفيده، على الاقل قالوا معلومه صح. فين الحقائق اللي انتوا بتطلعوها؟ فين الادله اللي انتوا بتطلعوها؟ فين النصابين اللي لابسين كاسه وش ولابسين فلاتر وبيطلعوا يقولوا، بيطلعوا حقائق، الشراشيح بيطلعوا حقائق. خليكم متكاتفين يا جماعه واظهروا حقيقه الست دي اكتر اكتر اكتر. شكلكم ايه؟ والله العظيم شكلكم عره، اقسم بالله شكلكم عره قصاد العالم كله. الست دي النهارده بتتكرم، النهارده بجد هي ملكه. ليه شقيت سنين عمرها على بنتين لوحدها بطولها، ربتهم احسن تربيه، والنهارده بتحصد نتيجه تربيتها. تعالوا لي انتوا بقى اللي قاعده تردح على المصطبه 7 ساعات دي، هتربي امتى بناتها؟ يطلعوا ايه؟ تقدروا تقولوا لي هتقدر توصل ليوم زي اللي اليوم اللي وصلت ليه الملكه؟ هتقدر؟ ابقوا قابلوني. قاعده تردح 7 ساعات ومركزه في حياه واحده تانية، هتربي ولادها امتى؟ والتانية بتاعت عيله الشخخني باشا وكونيكا، ابقوا قابلوني. ليه؟ الست دي عرفت تربي. الست دي رغم ظروفها اللي كانت صعبه وهي لوحدها هناك في الغربه، انتبهت لبناتها، فضلت تربي فيهم، طلعتهم ان مفيش واحده تروح تعمل مساكنه ولا واحده تهرب مع صاحبها، طلعتهم على العادات والتقاليد الشرقيه رغم انهم عايشين في اوروبا، رغم ان الست دي اتمرمطت حرفيا عشان تجيب لهم رزق الحلال، لا راحت شمال ولا راحت يمين، والنهارده مكمله المشوار بتاعها، واقفه ولا اجدع راجل ولا مليون راجل، واقفه بطولها بتجوزهم، واقفه رافعه راسها لفوق، بناتها رافعين راسها، من حقها، تربيتها، شقها وتعبها ولازم تحصده. لكن بالنسبه لكم انتوا الله اكبر، الله اكبر، والله خايف احسدكم، اقسم بالله. بجد لو في اتنين بس لسه بيسمعوكوا، لو في اتنين لسه بيسمعوكوا ومصدقينكوا تبقى مصيبه.
والله العظيم تبقى مصيبة لو بيسمعوكوا بس من غير ما يصدقوكوا، تبقى مصيبة برضو، ولو بيصدقوكوا تبقى مصيبة أكبر. طب قولولي هتعرفوا تجيبوا بعد كده أخبارها منين؟ ما خلاص اللي كان بيسرب خلص، خلاص هتجيبوا الأخبار منين الجديدة؟ هتطلعوا تقولوا ايه تاني؟ ده انتوا من بجحتكوا يا علم يا بجحة، يا يعني حشرين مراخيركوا في حياة البني ادمين بطريقة غريبة. من بجحتكوا رايحين تسألوا في شغل البنت، رايحين تسألوا في الخياطة اللي عملت لها الفستان، انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ انتوا عصابة؟ انتوا عالم فاضية للدرجات دي؟ بجد والله انتوا ازاي كده؟ انتوا عايشين حياتكم ازاي كده؟ عايشين حياتكم كلها في تخطيطات ومؤامرات. اللهم لك الحمد، انا فرحانة ومبسوطة ان انا ربنا قدرني ان انا اقول كلمة حق في حق الست دي وفي حق بناتها، لان انا طلعت وقلت كلمة الحق وما كنتش منتظرة حاجة، وكنت متأكدة ان انا بقول كلمة الحق، لان انا عرفت الست دي كويس قوي رغم الفترة القصيرة اللي عرفتها بيها، بس انا متأكدة هي ايه ومتأكدة بناتها كانوا ايه. فعشان كده كنت بطلع بقلب قوي وبتكلم، وكانوا الناس يقولوا لي يا شيخة انت عمالة على طول بتطبلي لها، انت على طول شايفاها صح، انت مش عارف ايه. اللهم لك الحمد، من اول الناس اللي قلت ان الست دي محترمة هي وبناتها، من اول الناس اللي قلت لكم ان في شلة شراشيح حطينا في دماغتهم بسبب اسلام ميسي وجانو، مش اكتر من كده، وكل التهم اللي بيقولوها كذب في كذب لغاية دلوقتي. كم مرة اثبتت لكم ان الناس دي كذابة؟ كم مرة لغاية دلوقتي اتعلم على قفاهم؟ تقدروا تقولوا لي؟ الست دي النهاردة واقفة بكل ثقة، بكل ثقة بتجوز بنتها. اما بقى اللي خاينين العيش والملح فاكيد ما كانش هيبقى ليهم مكان في اليوم ده. يعني ميسي وجانو مثلا قدر الجميل، قدر ان الست دي كانت بتيجي على نفسها وهي تعبانة وتروح له تعمل له اكلة، اتحملت عشانه كتير، اتخطف عرضها وشرفها برضو عشان مراعتها ليه، مع انه راجل يعتبر مش معانا في الدنيا طبعا بحكم سنه، اتحملت وكملت برضو، ما اهتمتش باي كلام يتقال، لان هي عارفة هي ايه وعارفة هي بتعمل ايه لوجه الله. ما قدرتوش توقفوها عن عمل الخير، خدتوا كتير في عرضها وشرفها وقلتوا اللي ما يتقال، قدرتوا توقفوها؟ قدرتوا تخلوها حتى ترجع خطوة لورا؟ حصلش. ملكة وعارفة هي بتعمل ايه. والراجل بصراحة رغم ان هو مش عربي وما يفهمش في الجمايل والاصول والعادات والتقاليد والكلام بتاعنا دون، الا ان الراجل ده حاسس انها حفيدته، ما انكرش الجميل، حاسس ان الناس دي من عيلته من دمه ومن لحمه، رغم ان هو لسه داخل الاسلام، رغم ان هو ما هوش عربي، مقدر جمال الست دي ومقدر جمال بناتها. حتى استاذ انيس طلع راجل محترم ووفى بوعده المدام هناء، قال لها انا هكون معاكي، انا زي اخوكي وهكون موجود معاكي في الفرح واي حاجة تحتاجيها، طلع برضو انسان محترم. كلهم صانوا العيش والملح، كلهم صانوا حتى لو جميل صغنن قد كده، لكن الدور والباقي على ناس تانية اتعمل لها كتير قوي قوي وما تمرش فيهم حاجة. ده حتى ابو ياسمين وفيروز رغم انه اتجوز وعاش حياته وكان ممكن يطنش ويكبر دماغه، لكن بنته، هو ده الاب برضو اللي احنا اتعودنا عليه، هو ده الاب اللي احنا عرفناه، رغم انه هو ما رباش البنات دي، سابهم من وهم صغيرين، رمى حملهم كله على الست الغلبانة دي، وراح اتجوز وشاف حياته وخلف وعادي. لكن برضو في اليوم اللي بناته احتاجوا له فيه وفي اليوم اللي طلقته احتاجت له فيه لقيته موجود. لو ما كانش طلع وما كانش ظهر، وكان ظهر طبعا في لقطة كتب الكتاب، كان موجود في العربية جنب بنته، لو ما كانش ظهر كانت الشراشيح بقى هيقولوا ايه؟ شفتوا ان الموضوع فيك؟ شفتوا ان ابوها مش موافق على الجوازة؟ شفتوا مش عارف ايه؟ شكلكوا ايه؟ اصل اللي مع ربنا دايما بيكسب. الست دي عشان ماشية بقلب نظيف
بضمير نظيف، عمرها ما بتأذي حد. لو حد طلع وجبر بخاطرها بكلمه بتفضل حاطاه فوق راسها وفي عينيها، اكنه يعني جاب لها الدنيا، حتى لو قناه صغيره زي حالاتي كده. ما تكبرتش وقالت لا ده انا قناه كبيره وقناه صغيره دي عايزه تكبر على اسمي وكفايه المشاهدات اللي بتاخدها باسمي. بالعكس، كانت اول واحده تكبر بخاطري وتمدلي ايديها عشان بس قلت كلمه حق في حقها، وقلتها لوجه الله، والله العظيم قلتها لوجه الله، لان انا كنت شايفه الاوضاع من قبل ما اعرفها. كنت شايفاها كان لما بتطلع على الشاشه في ايه، ست محترمه وست في حالها، ايه ده في ايه، كانت طالعه منهاره. اول مره اشوف لها فيديو كامل كانت طالعه منهاره وبتعيط، انا كنتش فاهمه في ايه اللي حواليها. اتاري اللي حواليها كانوا ديابه، عارفين يعني ايه ديابه؟ بس سبحان الله، ربنا حرم الظلم على نفسه. طلعت، وكان قبليه ناس برضو طلعوا دفعوا عنها، وبعديه ناس جم وطلعوا دلوقتي دفعوا عنها. في عز ما انا لما طلعت كان اشوف تبلي غريب وافترى على الست دي، وكله عامل كده، كله عامل كده. ادخل للقنوات التانية اقول لهم يا جماعه يعني انتوا طالعين بتنتقدوا الست دي، تم السبعين سب عرضها، تم السبعين سب عرض بناتها، لدرجه ان انا كنت بطلع معاكم لايفات كنت بصرخ، بصرخ بمعنى كلمه بصرخ من الوجع اللي انا حاساه من الست دي. ازاي يا جماعه انتوا شايفين سب عرض بناتها كده وعاملين نفسكم مش سامعين؟ ازاي هتقفوا قصاد ربنا سبحانه وتعالى وتقولوا له احنا سمعنا سب عرض البنات دي وعملنا نفسنا مش سامعينه؟ كنت ادخل اكتب لهم يقولوا لي لا ما اصل احنا ما بنتابعش القنوات التانية بتاعت الشراشيح اللي بتقول عليها دي، لا 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 احنا بس بنتابع مدام هناء، ليه اسمها يجيب لنا مشاهدات، هنطلع نتكلم عنها فاسمها يجيب لنا مشاهدات، لكن الشراشيح التانيين احنا مش متابعينهم، مش مشكله يقولوا اللي يقولوه. طب لو الست دي طلعت ردت لا يبقى هي اللي غلطانه، هي اللي بتعمل مشاكل. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كل يوم عن اليوم اللي قبله بيتثبت لكم مصداقيتنا، وبيتثبت لكم كذبه الشراشيح، وان مفيش كلمه كلمه قالوها على الست دي وطلعت صدق. طب دلوقتي ما بقاش فيه حد يسرب لكم حاجه، يعني لو الاول لو ممكن خبر قد كده يتسرب لكم، دلوقتي ما بقاش فيه، اتقفلت عليكم بصوا زي ما بيقولوا كده ميه ونور. هنرجع بقى للفيديوهات اللي من سنتين نقعد نتبحث فيها تاني. والله بجد اصلا بشوف ان الست دي عامله عظمه لوحدها، اقسم بالله انها تعمل فيديوهات من سنتين يطلعوا ناس يقعدوا يتبحثوا فيها بعد سنتين ويحاولوا يثبتوا كذبها، فيعني ومع ذلك لغايه دلوقتي لسه ما اثبتوش كذبها برضه، هم اللي بيطلعوا كذابين كالمعتاد. يعني اقسم بالله الست دي عامله حاجه غريبه صعب ان هي تتكرر تاني، وعملتها على فكره من غير قصد، هي عملتها كده، هي دايما تعمل الحاجه كده زي ما كان طليقها بيقول عنها ايام ما كان لسه شايفها ان هي بقى يعني عظمة عظمات الستات زي ما بيقولوا، كان دايما يطلع يقول لكم دي عفوية، دي طيبة، دي بتقول الكلمة وهي اصلا مش قصدها. وفعلا اقسم بالله اللي يقرب من الست دي هيعرف الموضوع ده، يعرف انها بتعمل الفيديو ما بتكونش محضرة حاجة ولا في دماغها ان اتقال عليها كذا، ولا ان هي شايفة اصلا اتقال عليها ايه، ولا ان هي بتحاول تنفي حاجة ولا تثبت ولا اي كلام، مفيش مفيش. وبصراحة ده سر من أسرار نجاحها، يعني أنا أخدت منها الموضوع ده شوية، خلي اللي يقول يقول، مش أنا ماشي مع ربنا سبحانه وتعالى خلاص، مش هممني حاجة تانية. فالنهاردة النهاردة الست دي بتاخد على قد نيتها، كل اللي طلع افترى عليها وافترى على بناتها النهاردة بوظهم في الأرض، طلعوا كذابين برخصه قصاد العالم كله. حتى امبارح لغايه امبارح وهم بيقاوحوا فين اللايف، ما قدرتش تفتح لايف، ما فيش فرح، ما فيش جواز، ما فيش اي حاجه، ما فيش في دماغتكم، احنا عايزين نشوف افراح ولادكم انتوا، ويا رب يا رب شوفوا يا رب، بدعيها وبدعيها في كل صلاه من ساعه ما دخلت في الموضوع ده، تشوفوا سب عرض بناتكم زي ما انتوا عملتوا بالظبط مع الست دي، عدلا وليس انتقاما، عدل من ربنا سبحانه وتعالى. كل ساقي سيسقى بما سقى،
مش انتوا خدتوا في عرض بنتها؟ مش انتوا خدتوا في عرضها هي شخصيا؟ مش ياما افتريتوا؟ مش ياما تكبرتوا وقلتوا وعملتوا؟ انا بقى مستنية عدل ربنا زي ما قلتوا على بناتها، نشوف اللي يتقال على بناتكو على حياة عينيكو، وتشوفوا قد ايه الوجع اللي ممكن تحس بيه ام ان يتقال كده على بناتها وهي مربياهم احسن تربية وطفحة عليهم الدم زي ما بيقولوا. انا نفسي قوي في الموضوع ده، ساعتها احس خلاص الست دي واخده حقها 24 قراط. منظركم ايه بجد والله؟ انتوا كنتوا عارفين انتوا بتكذبوا، يعني انتوا كنتوا عارفين انتوا بتكذبوا، كنتوا بتناموا ازاي؟ بلاش، لو روحكم كانت اتاخدت في ثانيه بعد الكذب اللي انتوا كنتوا بتقولوه في عرضهم، كنتوا هتقفوا قصاد ربنا سبحانه وتعالى تقولوا له ايه؟ كنا بنكذب عشان مشاهدات؟ طلعنا نخوض في عرض بنات بنوت وفي عرض واحده ست محترمه مكافحه وطفحانه الدم على بناتها عشان خاطر شويه دولارات؟ الدولارات اخدتوها وصرفتوها، لكن الذنب قاعد لكم. اخدتوا جزاءكم في الدنيا ان انتوا كذبتوا كذابين طول العمر، تاريخكم على السوشيال ميديا بقى سببين اعراض وكذابين ومتبليين برخصه، ولسه في حقها قصاد ربنا سبحانه وتعالى، قصاد ربنا يوم الموقف العظيم لسه هتاخد حقها منكم، ما تقلقوش. عايزين نسمع اعتذاراتكم بقى، عايزين بقى نشوف الشجاعة كده زي ما كنتوا بتطلعوا فاردين عضلاتكم قوي عمالين تتبلوا وتكذبوا وتخوضوا في العرض، عايزين نشوف شجاعتكم في الاعتذار. مش بتقولوا احنا ناس بنعرف الحق، احنا ناس شراشيح على حق، بنقول الحق على طول. اطلعوا بقى اعتذروا كده، ورونا اعتذاراتكم لبنت البنوت. بس انتوا طبعا ما عندكوش الموضوع ده، احنا عندنا، احنا كذابين ومفضوحين وعادي مش مشكلة، احنا نتفضح كل يوم ان احنا كذابين ونطلع برضو جلد تخين جلد خنزير بعيد عنكم. الناس دي معدومين الدين والشرف والاخلاق، حتى اللي لابسين قناع الرقي وطالعين يعملوا فيها نقاد وقاعدين على ترابيزة ويعملوا لكم كده وبتاع ويطلعوا لكم، كانوا بيقولوا الحقيقة بس احنا معترضين على بعض الفاظهم مش اكتر من كده. شكلكم ايه دلوقتي؟ عرة برضو عرة. سبحانك يا رب، ربنا نصرك يا ملكة نصرة الهية تاني من عنده للمرة المليار، بس المرة دي مكافأة على شقاكي وتعبك وتربيتك في البنات دي. الف مبروك عليكي ومبروك علينا، فرح بنتنا ياسمين النهاردة بتتجوز قصاد العالم كله على الملأ، اللي اذا كان الشراشيع بقى عايزين يشوفوا بس مباشر للاحداث فيما بعد ولا حاجة، يعني قولولنا لو انتم محتاجين بس مباشر للاحداث بعد كده قولولنا يا جماعة، ما تخبوش علينا، احنا عارفين ان انتم هو ده تركيزكم بس مش اكتر من كده. يلا ما علينا، لا عزاء للشراشيح النهاردة، مبروك لبنتنا ياسمين والف مليون مبروك، عقبال ما تشوفي ولادهم يا ملكة وتفرحي برضو ان شاء الله عن قريب بفرح ياسمين ونفرح كلنا معاكي وتفضلي ملكة على وضعك وقاهرة الشراشيح طول عمرك. مبروك عليك النهاردة تربيتك واخلاقك وتربية بناتك، النهاردة انت بتحصديها وبتتكرمي نتيجة لده. الف مليون مبروك يا مدام هناء، واشوفكم على خير يا جماعة في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.